Okay, 7.2, selecting a sample. So how to select a sample, a simple random sample. هلا بنختار في طبعا السكشن اللي هون راح انا مقسم لجزئين. الجزء الاول انه كيف نختار simple random sample من finite population وكيف نختار simple random sample من infinite population ب next slide. هلا على فرض بدنا نختار احنا simple random sample حجمها small n من population finite population الحجم له capital N. كويس؟ هلا هاي simple random sample is selected such that each possible sample size N has the same probability of being selected. يعني مثلا على فرض المجتمع تبعنا مثلا طلاب جامعة بيت زيت. اوكي طلاب جامعة بيت زيت هذا البوبيليشن تبعنا كابيتال ان لإله على فرض 14,000 طالب عندنا في جامعة بيت زيت. وبدي اروح انا اختار سمبل راندوم سامبل مثلا حجمها على فرض 100. هلا اذا اجى مثلا احمد مسعود اختار سمبل راندوم سامبل حجمها 100 واجى حدا ثاني مثلا صالح اختار عينه بطريقه اخرى حجمها 100 ف كل واحد فيهم each possible simple random size n has the same probability of being selected. يعني العناصر اللي احتمال العناصر تدخل في عينة صالح هي نفس الاحتمالية للعناصر تدخل في عينة مين؟ أحمد مسعود. فهيك بيكون ايش؟ كل element له the same chance to get M. هلا السؤال بكم طريقة بقدر اختار simple random sample حجمها small n من population حجمه capital N؟ فهذا هو تعريف الكومبينيشن. عندك انت ايش البوبيليشن عندك كابيتال ان وبدي اختار منه ايش عينه حجمها سمول ان. فعدد الطرق الممكنه هي تعريف الكومبينيشن اللي هو كابيتال ان فاكتوريال على ايش سمول ان فاكتوريال في الديفرنس فاكتوريال. وبالتالي سمبل راندوم سامبل اول ايش راندوم لاني بختارها بطريقه عشوائيه. سمبل بسيطه عينه بسيطه عشوائيه وسامبل هي عينة. سامبل راندوم سامبل عينة عشوائية بسيطة. فمثلا على فرض احنا عندنا البوبيليشن عندنا مثلا 2500 مدير للشركة مثل المثال اللي اخذناه بالسكشن السابق. وعلى فرض انا بدي اختار مثلا ايش عينة عشوائية منه مقدارها 30 مدير. هلا the number of different simple random samples بقدر احصل عليهم وحجمهم 30 هو 2500. طبعا الكومبينيشن لل 2530 وبالتالي بيطلع معك عدد هائل جدا من ايش الامكانيات المختلفه لعينه حجمها 30 بختارها من population حجمها 2500. هلا to select a simple random sample from a finite population of managers مثلا شو الفكره؟ كيف بدي اروح اختار؟ هلا السؤال كيف اختار ال 30؟ صح انا في عندي هلا 2500 مدير. هلا عندي 2500 مدير بدي اروح اختار ايش عينه حجمها 30. السؤال هاو؟ الجواب بتروح على البوبيليشن تبعك معروف الحجم له 2500 تمام. بتروح بتعطي كل واحد فيهم رقم بتعطي كل بترقمهم كلياتهم رقم المدراء كلياتهم من 1 ل 2500. هلا بتلاحظ انه كل واحد فيهم الرقم له ما بزيد عن أربع خانات. هذا مهم. هلا بعدها شو بتروح؟ بعدها بتروح على جدول اسمه جدول 7.1 للراندوم نمبرز تمام عشان اخذ عينه منه. هذا الجدول 7.1 طبعا موجود صفحه 260 وانا هلا مرفق لكم اياها هي هون. هذا هو الجدول. هلا هذا الجدول اسمه راندوم نمبرز. راندوم نمبرز الفكره كالتالي رقمنا المدراء احنا من 1 ل 2500 جميل. هلا بتاكد انه الخانات اللي عندي اكبر خانه طبعا فيها اربع خانات. هلا بروح على الجدول راندوم نمبرز تختار اي صف بدك اياه. اي صف بدك اياه بتختاره اي صف. هلا اذا بتلاحظ اي صف بتختاره كم خانه فيه مثلا هون كم خانه في عندك هون 1 2 3 4 5 خانات. خمس خانات بس انا الارقام تبعتي
ماكسيمم، عشان عندي 2500 مدير، ماكسيمم 4 خانات. وبالتالي شو بعمل؟ بشطب الخانه الاخيره. مثلا اذا بدي اشتغل على، اذا بدي اشتغل على الصف، اخذت صف عشوائي بهي الصوره، اذا اخذت صف عشوائي بهي الصوره خلص بشطب الصف الاخير. مثلا بشطب هذا الصف، اخر خانه بشطبها لانها تلزمنيش، شايف كيف؟ وبالتالي صفوا عندي الارقام كلياتهم ايش هلا؟ كلياتهم 4 خانات. فمثلا بيجي على الخانه الاولى، الخانه الاولى مثلا 8464. فكركم هل في مدير رقم 8000؟ شو رايكم؟ هل في مدير رقم 8000؟ انا مرقمهم من 1 ل 2500، مزبوط؟ وبالتالي انا ما في عندي رقم ايش؟ انا ما في عندي رقم 8464، فهذا الرقم بلغيه. بروح على الرقم الثاني 4800، كمان هذا بلغيه لانه فيش عندي 4000. اللي بعده 7000 بلغيه، اللي بعده 7000 بلغيه. بضل ماشي بهي الصورة بطريقة ايش؟ عشوائية. كل هذا بلتغى، كله بلتغى. 8 وصل هون، طلع كيف؟ هذا الرقم اللي هون شو اسمه؟ هذا الرقم اللي هون اسمه 346. بروح على المدير رقم الحامل الرقم 346 وبدخله في العينة. هاي هذا بدخل. هلا اللي بعده بدخلش، هاي 4000 ما بدخل، 3000 ما بدخل، 4000 ما بدخل. طبعا مجرد ما اختار صف لازم اضل مكمل تحت، لازم ضل مكمل، مش لازم اقطع عنه. هلا 6000 بدخلش، ال 1161 هذا بدخل، هي صاروا 2 في العينه. اللي بعده كمان بدخل، 1200 بدخل، لان احنا عندنا لحد ال 2500، هي صاروا 3. اللي بعده هذا بدخلش، 7000 ما بدخل، 4000 ما بدخل، 2600 ما بدخل، 4000 ما بدخل، بنضل مكملين. 6000 ما بدخل، شايفين كيف بهاي الصورة؟ 5000 بدخلش، 3000 بدخلش، هاي عينة عشوائية بختار بهاي الصورة، 7000 بدخلش، بضلك مكمل. هذا كمان بدخلش، اوكي هذا بدخل، اللي هو 365 بدخل. هلا بدكم تديروا بالكم اذا طلع هذا الرقم مكرر قبل بتلفه، بنتكل على اللي بعده. فمثلا هذا الرقم بدخل، إذا بتلاحظوا هذا كمان الرقم بدخل اللي هو 500، هذا بدخل وهذا كمان بدخل في العينة، هذا بدخلش، هذا 5000 بدخلش، 4000 بدخلش، 6000 بدخلش، 2500 هذا بدخلش. فاهمين كيف؟ فبهي الصورة بدل ما شيء تمنا نحصل على عينة حجمها 30، إذا الكل متابع معي نضغط الرقم 30. جميل جدا. طبعا انت حر، طلع كيف؟ انت حر تختار اي صف بدك اياه، انت حر تختار اي صف بدك اياه، بس مجرد مثلا ما اخترت الصف بدك تضلك مكمل فيه، يعني بضلك مكمل. اذا اخترت الصف بضلك ماشي، اذا حابب تمشي من الشمال بتكمل من الشمال، اذا حابب تمشي من اليمين بدك تضلك مكمل من اليمين بنفس الطريقه. اذا حابب تاخذ عمود مثلا بهي الصوره، تاخذ عمود وتكمل فيه لتحت بس تخلصه تنتقل على العمود اللي بعده وبتكمل لتحت، برضه بصير، بس تخلص تنتقل على اللي بعده، انت حر كيف تختار. هلا عادة بالسؤال مثلا بحكي لك مثلا كيف تختار مثلا، بس اجمالا هذا هو الراندوم نمبر ستيبل اللي من خلاله بختار عينة عشوائية، وبالتالي ما بكون في تحيز لأي مدير، تختارهم بطريقة ايش؟ عشوائية للجميع. خلينا نشوف كيف أنا اشتغلت مثلا في الإكزامبل اللي عندنا. خلينا نشوف. هلا لو رجعنا على الاكزامبل تبعنا هون، بدنا نختار 30 ايش؟ بدنا نختار 30 مدير. هلا جينا رقمناهم من 1 ل 2500 وبالتالي بشتغل على 4 خانات. هلا we start the selection of random numbers anywhere in the table and move systematically. مثلا اخترت الصف الاول بدك تضلك مكمل بعد الصف الثاني الثالث الرابع، اذا مشيت من الشمال لليمين بدك تضلك مكمل من الشمال لليمين، اذا مشيت من اليمين للشمال بدك تكمل بنفس الطريقه سيستماتيكلي. هلا since the last number is 2500 معناته في عندنا 4 digits،
عشان هيك we select four digits number from the table. انت حر تختار الاربع digits اللي على اليمين او الاربع digits اللي على الشمال، بس مجرد تختارهم بدك تمشيها كلياتها للسامبل. هلا اذا السلكشن تبعك صار له ريبيتد تكرر نلغيه لانه خلص بصير دخل في العينه، واذا كان عندك رقم اكثر من 2500 بنلغيه ما بدخل في العينه. هلا هذا هو مفهوم السامبلينج without replacement، انه ما بصير نكرر. اذا حدا دخل بالعينه واخذنا رقمه ما بصير ندخله كمان مره، خلص هي يعني is already included. فمثلا شو بعمل انا؟ مثلا انا ماخذ خلينا ناخذ الصف الاول اللي هون، انا ماخذ الصف الاول وماشي من الشمال لليمين، شايفين كيف؟ فبيجي بدي اختار اربع خانات، فاول اربع خانات هيهم. هذا الرقم برفضه لانه اكبر من 2500، بعدين شو باخذ الرقم اللي هون؟ كمان برفضه لانه اكبر، بعدين شو باخذ الرقم اللي هون؟ برفضه لانه ايش؟ اكبر، شايفين كيف؟ هيو اكبر برفض، بنضل نمشي نفس الطريقة تبنك توصل ايش؟ 1514، هذا الرقم باخذه هيو. إذا هذا إذا المدير صاحب رقم 1514 بدخل في العينة، هي أول واحد بدخل. مين بقول لي أنو اللي بدخل بعده؟ يلا بتقدر تكتب على الشات. مين بقول لي أنو اللي بدخل بعده هلا؟ اللي بدخل بعده حدا بيعرف؟ مين كتب 1355؟ ممتاز دينا. طيب اللي بعده؟ مين بدخل بعده هلا؟ 989 صح هيك؟ احسنتم رزين. طيب مين بدخل بعده؟ 830 تمام. الاول حدا حكى ممتاز، الاول حدا حكى 830 and so on. مثلا اللي بعده 114، الرقم صاحب 104 بدخل في العينه. بعدين ايش مثلا 2003 بدخل ولا بدخلش؟ بدخل لان الكل اللي عندنا 2500. هلا هاي بتدخلش، هاي بتدخل كمان، شايفين ما احلاها؟ هي 845 صاحب الرقم 845 بدخل، هاي بتدخلش. وبتضلك ماشي بهي الصورة تنك تحصل على عينة، بتوقف وين بتوقف؟ لما يصير عددهم 30 بتوقف. كويس؟ بهي الصورة أنت تحصل على عينة عشوائية 100%. جميل جدا، أحسنتم. اوكي سو بهي الطريقة أنا بختار عينة من finite population. إذا الطريقة بروح برقم البوبيوليشن، برقمه مثلا وبيجي على الراندوم تيبل وبشتغل زي ما اشتغلنا قبل شوي. فلو كان مثلا مثال على السريع هون اللي هو عبارة عن سؤال 2 صفحة 262، السؤال بيحكي لك كالتالي: assume finite population. تمام، حط لي خط تحت كلمة ايش؟ finite population. هذا الفاينايت بوبوليشن في جواته قديش؟ 350 عنصر. Now using the last three digits of the random numbers وحدد determine the first four elements that will be selected in the simple random sample. اوكي، هاي في عندنا هون ارقام عشوائيه، تمام؟ هاي الارقام العشوائيه بدنا نختار simple random sample. هاي simple random sample بدنا اياها جواتها يكون فقط اربع اليمنتس، بس بشرط هاي الاليمنتس كيف بنختارهم؟ نختارهم بالتركيز على ايش؟ على اللاست 3 ديجيتس، بركز على اخر ثلاث خانات، شايفينهم؟ هلا ومع اخذ بالاعتبار ان البوبيليشن تبعي جواتها 350 ايش؟ 350 عنصر، يعني انا باخذ بس ثلاث خانات هون. ف 350 عنصر شو رايكم؟ هاي تدخلش هاي صح؟ لان 601 اكبر من 350، يعني لما نرقم البوبيوليشن لما نرقمه من 1 ل 350 ما في عندنا رقم بحمل 601، بس في عندنا رقم بحمل ايش؟ 22، فبدخل هاي صح. ال 448 ما بدخل، ال 147 بدخل، 229 بدخل، قديش صاروا؟ 1 2 ثلاث، بدنا كمان واحد، أربعة إليمنتس بدنا إحنا. 500 بدخلش، 147 مكرر بدخلش. وين مكرر ال 147؟ هيو شايفينه؟ مكرر بنلغيه. بعدين ايش بنروح على 289 بدخل. اتس أوفر، خلص جهزنا خلصنا. يعني آخر واحد بدخل بس مو خلصنا، ما بدخل هلا ليش؟ لأنه أخذنا العينة تبعتنا إحنا وخلصنا، العينة تبعتنا بدنا إياها قديش؟ أربعة. هي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، it's done.
متابع معاي؟ يضغط الرقم 4. إذا حد عنده أي سؤال بيقدر يعمل رايز هاند. جميل جدا. طيب نيجي هلا على الكيس الثانية، إنه كيف نختار simple random sample من infinite population. هلا infinite population يعني بنختار من process production مثلا process. خلينا نشوف كيف. هلا if the frame of population cannot be constructed، يعني امتى الفريم بيكون ما بنقدر نحصل عليه اذا كنا نحكي عن ايش؟ عن infinite population. Then we cannot use simple random sample. ما بنقدر نختار simple random sample بنفس الطريقة اللي اشتغلنا عليها في case 1. فمثلا مثلا بنختار عينة sampling from a very large population in which it is impossible to identify all the elements of the population. يعني إذا بنروح على population كثير كبير ما بقدر أحصي مثلا الإليمنتس الموجودين فيه، مثلا على فرض إنه سمك في البحر ما بتقدر تحصيهم صح؟ وبالتالي أيضا مثال إيش مثلا sampling of from process. إذا عندك خط إنتاج مثلا وبدك تختار عينة، فهي الحالات ما بنقدر نختار simple random sample بنفس الطريقة اللي كنا نشتغل عليها من قبل. ولكن شو بنعمل؟ To select a simple random sample of هي بنحكي عنها sample لحالها. To select a sample of the elements generated by production process. مثلا زي ما اخذنا في المثال في السكشن اللي فات انه المانيفاكتشر تبعنا اللي بيطلع التايرز، نقدر نختار عينه من 120 تايرز ورا بعض في لحظه معينه. يعني اجي على خط الانتاج، اجي مثلا على خط الانتاج في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه اقول له طلع لي عينه مقدارها 120 تايرز وخلص. بضل بعد الانتاج بضل الخط بضل شغال، بس بشرط بيجي على الماشين هاي بختار منها 120 تاير لما بتكون الماشين شغاله صح، يعني ما فيها مشاكل. تمام، هذا الشيء بنحكي ايش؟ انه لازم البروسيس از operating properly، يعني البروسيس شغال بطريقه صحيحه مش فيها خلل معين. اوكي، وبالتالي بكون عندك البرودكشن اوف ايتش يونت اللي هي التاير از اندبندنت اوف ذا برودكشن اوف اني اذرز. بهي الحاله وي سيلكت راندوم سامبل باي سيلكتنج ان يونتس من هاي التايرز بروديوسد في فتره بتكون فيها الخط الانتاج شغال بطريقه صحيحه. وهيك يا جماعه بيكون Section 7.2 is completely explained.